رايح ويبوس ويقول لك بربي سامحني راني مش بالعالم. حلو، واحد يصدم فيك موتور يطيحك، تقوم تلقى ريحته كي الشفش، تجي تكلم يقول لك حل عينيك، مش حلو. راجل عامل 12 ساعة خدمة مروح، دور مفتاح وحل الباب، تحلو مرته تضحك، عاملة من كيف، تعطيه بوستين تقول تفضل روحي، تحط له شوية مسخون، تضحك تحلو برشا حكايات حلوين، ها؟ حاجة حلوة. واحد مازال يقاري في كرهبته، مازال ما سكتش الموتور، جي مرته من شيرة الشباك وتبدا هابط عليه بوابل نتاع مشاكل. اسمع تعمل له خاصه بها وتاكلها بعضها ماكله، يدي ماير ويعمل شلال ويفصع يعرف، حاجه مش حلوه. فعلا حلو. راجل ربي يفضلك زعما، ديما يخدرني زعما. راجل مهم شوية في أعمال شوية في سياسة شوية كذا، خدم كرهبته ماشي يخدم الصباح في كروازمون، يشق عليه موتور كل هدوء، يهز يدو يقول له جو ميكسكيوز، يحط بالمئة ويتعدى. حلو، نفس الراجل قايم الصباح ماشي يخدم، حتى غناية حلوة صباحية فيروز، يتلفت يلقى زوز وراه يضربوا فيه بالكرتوش ورا بعضه باش يفتقوه من بعضه، حاجة ماستر راستر ومش حلوة حتى طرف. كانت هذه كلام هادي ولا كانت كلام هادي؟